وانا الخوش مع الخريبكي الله وميسر انا الله ومن بعد العيد الخريبكي راه معروف في الماكينه لقمو جي مرحبا كلشي كاين كل خريبكي السلام عليكم السلام مرحبا واشرك النميره ومرحبا بالارسال جميع المدن بسم الله 066 40 56 68 الله وميسر اللي بغى اي حاجه عند خريبكي الجمله كما قال لي واحد النهار ماشي بياسه غيمشي عليها الكار هادشي اللي فات امين بسم الله غنبداو مع خويا شحال انا بيروس عشرين درهم اللهم يسر 30 درهم اللهم يسر 70 درهم اللهم يسر 18 درهم اثمنه ديال الجمله الاخوان باش تكونوا عارفين هنا خويا اللهم يسر 17 درهم 15 درهم اللهم يسر 15 درهم 40 درهم 35 درهم 50 درهم 70 درهم 40 درهم 170 درهم هو عبد الله الله يسهل عليك الله يعطيك صحة حسن الدودة الإخوان راه عند الأخ صحيحة 150 درهم واصل شحال؟ 350 درهم واصل 350 في التوصيل ديالو وحتى اللي شفتك حتى اللي بغى يدير في إنتاج راه عندك الوزن يعني الناس اللي بغات دير الفاج ديال الدود راه كاين بالنسبة للثمن ديالو 7000 ريال يوصلك حتى لعندك وراه كيتباع وبالنسبه اللي غيجي عندك القريعه شحال تقدر تعطيه؟ 10 درهم واخا هو غادي يعبر عليه واحد السيد وتشوفوا معنا دابا سي حماده الله يعاونك زوين مرحبا بك نور معنا خويا 10 درهم دابا ديال 10 درهم ديال 10 درهم يا 10 درهم هادو راه كياكلهم كاع الفراخ ياك يا خو حماده هادو كيبيعوهم كياكلوا اي طير انا عندي لي زاس ما بغاوش ياكلوهم ليا قربت لهم البيض ما كنعطيهم البيض جيت له داك قطعت الراس باش نحكلها وقربتهم لي بالمقص كلاو خلطتهم مع الماكلة كلاو زعموا عليه البروتين زوين او بصح ما كنقاوش ولكن لا شافوا باقي ما زعموش عليه باقي ما وراه شو عنده الناس اللي كيديروا الانتاج الاخوان شو راه كيتنتج دابا كيدير الانتاج ديالو الانتاج الانتاج الخاطر نتمنوا شي نهار تبارك الله راه عندك المسرح ديالك نتمنوا شي نهار دير شي قناه تنسون قناه ديالك مرحبا انت علاش غنديروا قناه لا دير قناه خويا انا راه حدا السوق انا راه بعيد انا لك عارفك صور داكشي بيتي اللهم يسر انتم كتشوفوا اي واحد الله يجيب ليه التيسير والله يسهل عليه هذا بجي 40 درهم هذا اشتري